المغربيين الباطي والمغرب الفاسي أصبح يضرب ألف حساب محاولة هدف جد مبكر بابياي يسجل الهدف في وقت مهم جدا وقت مهم وبداية قوية لفريق النادي فريق كيف ما بغات تكون مكوناته وكيف ما بغات تكون قوته خطأ في التموضع الدفاعي بابياي كان دون حراسة وبالتالي كيسجل الهدف الهدف سجله بطريقة جيدة شاهدوا لاعب دير عبد المجيد تمكن الكرة حصلها خد الوقت ديالو اللازم وسجل الهدف الثاني وحاول الآن دير عبد المجيد دير عبد المجيد ويسجل الهدف الثاني الهدف الثاني كيصنعو حاول الآن الفريق التموري ويسجل الهدف الأخيرة المكان متعادل هدف اللاعب دين عبد المجيد له الفضل كان البديل خلال الجولة الثانية حازم حناوي يسجل